السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to the second part of our session today. And now we're going to start unit 2. What's this? In this unit, we're going to learn how to ask questions about singular and plural nouns. لما أقول singular and the plural nouns, it doesn't mean that I understand this word in Arabic or even in its logic case. بمعنى لو قلت مثلا glasses or sunglasses الموجودة في الصورة الأولى هنا معنا in Arabic means نظارة شمسية مع ثاني أكسيد الكربون يلوث الجو ويعمل ضباب على النظارة اللي الجماعة بيلبسوا نظارات وبوسط الدنيا. صح. Even in Arabic or in the logic case. هي واحدة هي عم مالك في ايه؟ ايه بزعل فيه كده؟ It's not like this. But it's like what? It's like in English. It has what? It has S or ES by the end for the plural. فمعنى كده انه the word is plural. اللي بلول ماليش دعوه بقى انت مش مقتنع كمنطق ولا مقتنع كلغه دي مشكلتك. But in English it has s or even تحديدا كمان es for the plural. And to change the word from singular into plural, for example لو خدنا مثلا a wallet singular because it has a and there is no s صح؟ فلما نيجي نعمل البلورال هنعكس singular هتبقى wallets. Okay, like this. What? بمعنى انه no a. Remove a. بالضبط, without a. فنقول wallets. نفس الكلام هنا. مفيش هنا الا, مش موجودة. وبالتالي, ناحية تانية هنلاقي موجودة. They are bluer. بالضبط. فحتى لما اجي اترجمها يعني اقول نظارات, انا ما اترجمها ايه؟ مش مشكلتي. مشكلتك انت الشخصية. قولها زي ما تقولها, انت حر بالعربي او بالمنطق. هذه لغتهم انت تقيد فيها. نفس القصه بالضبط, هذه لغتهم, افضل كلمه انت قلتها. هذه سالفه ليش وليش, هذه خلها في البيت عندك. الله يفتح عليك. يبقى نشوف, انت بتقول لي الله بس في بعض الكلمات قبلها بعض الكلمات قبلها ان, مش كده؟ سنجلر شرحناه في أول محاضرة يمكن أو تاني محاضرة, وقلنا vibration it depends yes on the vibration no and touch the no touch case in the mouth, the vibration in the vocal cords اللي الأحبال الصوتية يعني, and the no touch in the mouth إنه ما فيش أي شيء بيلمس أي شيء أصلا في المouth, المouth مفتوح تماما. لما تيجي تقول address book أو إنك تقول eraser أو إنك تقول operation أو إنك تقول أو أورنج كلمة بسيطة يعني, أو إنك تقول أمبريلا, أو إنك تقول آيس كريم. لكن لما تيجي تقول يونت بنقول يونت تو يونت اسمع صوت مرة تانية مع وضع الإصبع على الحنجرة فيديني الفايبريشن كده. طب نلاحظ داخل الفم أقصى الحلق من الداخل مع أقصى اللسان من الداخل عمل حصل فيه نوع من التاتش بشكل أو بآخر أو التلامس. إيش بالضبط؟ فبقت يونت, فبالتالي هقول يونت يونت. يبقى لها قصة ملهاش علاقة بالحرف. محدش يقول لي أصل لما الكلمة تبدأ بحرف متعدد مين قال كده؟ letters vowels not بالضبط كده, مش letter بقى sound. yes sound not letter. فلو قلنا letter يبقى كان ده بطيخ خلاص. sound دليل كلمة unit. عندنا كلمة مثلا لو قلت Italy is a European country, وكلمة European برغم ان هي بدأت بحرفين متحركين ها مش حرف واحد كمان, الا انه النطق بتاعها خالص هو شبه كلمة unit وهكذا. فلازم الجزء ده يبقى في دماغنا واحنا كاتبين الكلام ده ومصورين وموجود على الفيديوهات خلاص. والتمرين بتاعه اللي بنطبق عليه هو التمرين ده تحديدا.
فتبقى الأولى أ والثانية ها أن والثالثة ما هي أن أن إنجليش بالضبط. أوكي وهكذا. A dictionary, a notebook, واخيرا an encyclopedia. حد مش فاهم التمرين ده اتحل ازاي؟ اللي مش فاهم يسأل. اوكي طيب اوكي نكمل. طبعا as usual the conversation بالنسبه لنا عباره عن طرفين او ثلاثه ايا كان عددهم. فكل مره وانا بتابع هكون انا احد الاطراف، سواء انا بسال السؤال او انا اللي بقول العباره او انا اللي برد عليها او انا اللي بجاوب على السؤال. Like wow what's this؟ السؤال about singular is this. الإجابة للجماعة بتوع الجرامر الحفيظة بتوع الجرامر يقول لك this is. طب هو ليه أصلا قال this؟ لأنه the thing that he or she is pointing to is in her hand, in his hand, near him, near her. أما الطرف الآخر مش شرط يكون أصلا الشيء جنبه أو قدامه ها؟ فبالتالي الإجابة الأشهر هي it is. جمعت ما بين حاجتين، ما بين singular subject and verb وفير، وما بين انه سواء الحاجه قريبه من انه منه او بعيد عنه مش تفرق كتير. اوكي فمش شرط انه عشان is this يبقى this is. ها ودليل اكتر ان انا جاوبت صح وجود a وعدم وجود s في النهايه لانها a camera وليست cameras. او كول ثانك يو هيلين اتس جريت يو ويلكم. سو وين سمون سيز ثانك يو اي سي You're welcome. اللي هي أصلها you are welcome. And cool means cool means what? Nice. Nice. Mean nice. Okay. Now open this box and the question here, what are these? نفس الكلام. Asking about plural. والإجابة مش these are لأنه زي ما قلت لك. It's not a case يعني. Plural. They بير. are. جمعنا ما بين حاجتين، ما بين البلورال وما بين سواء الشيء موجود في ايده شخص الاخر او لا مش تفرق. هو بيتكلم عن البلورال. المفتاح فين؟ في الاس اللي في الاخر دي شايفينها؟ earrings وهكذا. ده تقريبا ملخص المحادثه دي. فيها اي سؤال؟ نو اوكي جزء ده مش عايزينه كتير قوي يعني. يرجع يطبق عملي على كل قلنا من شويه. singular statement this is a or an. plural statement these are with the s by the end زي ما شايفين كده. and for the question what is this is this and the answer it is وطبعا مع وجود ال a وال an شرط اساسي. for the question for the plural are these And the answer, subject, verb, they are ending with the S in the plural. We عرفنا شوية اختصارات سريعة. It's for, it is, there for, they are, and what's for, what is. والشرط طبعا انه يجي بعدهم كلام. ما فيش بعدهم كلام ما يكتبوا اصلا، ما يكتبوش اصلا بالصيغة دي. خلاص كده. Okay. وجات لنا مجموعة الاسئلة دي. To ask them the first one, what are these for the plural, their keys. What's this for the singular? It's a CD player. لو حبينا سريعا نتذكر اللي حليناه. Number three. What are these? What are these? مظبوط. وكانت الإجابة. They are bags. Their bags. ممتاز. كانت number four. اللي فاكر سريعا يقول لنا.
What's this? Number four. What's this? ممتاز يا يوسف. الإجابة. حد فاكر؟ طب المفروض انتم مجاوبين. It's a watch. A watch. It's a watch. Number five. حد فاكر؟ حد فاكر؟ What is this? It's a cellphone. ننطق صح عشان نبقى مجاوبين صح. What's What's what? This? This. Okay. It's a cellphone. It's a cell phone. وأخيرا الجملة الأخيرة أو العبارة الأخيرة كانت ها. وقعت يا شباب. What are these? What are these? وكانت الإجابة. They are sunglasses. ممتاز. Their sunglasses أو حتى their glasses. مش تفرق ما هم نيه بلورال في الحالتين. ثم انتقلنا إلى exercise 7 about conversation. هنقول نفس الكلام مش هنعيد فيه جديد لكن نأكد على اللي احنا خدناه. Starts with oh no. Like she is shocked by something. She has a problem. Where are my car keys? واضح اهو. Are keys. بلورل. Relax, Kate. Means try to think. Are they in your purse? Again, هو بيحط بيأكد تاني. Are they? فلما يجاو يعكس. They are. ايه واضح وضوح الشمس مش كده؟ Yes. جميل. Their gun means lost. في الإجابة with no followed by not. أنا غمض عيني كده no يبقى ends in not. He tries to help her by saying I bet means I think they're on the table in the restaurant. We left it. We left them, sorry. There, لسه بيتكلم عن keys. Excuse me, now the waiter is speaking. Are these your keys? No, again, plural, are these. فلما يجي يعكس, ها? They are, left are. ممتاز. See means understand now, believe me now. مش معناها شفتي اللي هي الشوف يعني اللي هي النظر لا no problem and if this to ask about singular is this is this your wallet فتكون الإجابة it is سواء كانت yes or no هنا يعني تحديدا كانت no it's not okay where are you where is your wallet again is singular هو wallet singular فقالها in my pocket. بعدين wait a minute. That is my wallet. يعني أكد أنه هو بيتكلم عن singular case. Or singular thing. نيجي بقى يأكد لنا على الموضوع بتاع yes لم شوي. If it's yes, ما فيش أي مشكلة. بس بكتب الإجابة في full form. It is. He is. She is. You are. I am, we are, they are. Even type if it's not with no, يبقى لازم يكون منتهية ب not. قولا واحدا ناخد بالنا من كلمة not. وهنا هتبقى عندي الحرية اكتبها short form او full form. اكتبها it's او it is. انا حر. وهكذا مع البقية. اهو نفس الكلام. ما قال yes, they are full form. ما قالش there واختصرها. No يبقى لازم يكون في not وهنا عندي المساحة ان انا اكتب short form or full form انا حر فالافضل نكتب short form طب ايه الفرق بينها بين السؤال العادي where is or where are مفيش اي فرق برضو نفس الصيغة هو where is it is where are they are ده تقريبا ملخص سريع جدا للجزء ده الحلول دي موجودة عندنا على المجموعة أرجو أنها تكون مؤكدة على المجموعة يا حمد تمام؟ أوكي جميل
استاذ بلغت الشباب من الاختبار انه يوم الخميس. المشكله انك تاكد عليهم تاني. ايه زين تمام. اذا الجزء ده موجود على المجموعه كحلول، لازم نتاكد من كده يا حمد. يونت 1 ويونت 2. ايوه الخميس ولا الحلول؟ لا 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 الحلول، حلول 1 و 2 كل كتابي. أيه. لازم يكون الحلول كلها موجوده، سواء من السكرين شوت اللي بنعمله او من كتابك انت. اوكي يا رجل تخرب عليهم تاني ليه؟ ما عندناش غيرهم في المنهج، مفيش 3-4 واد البطه السودا مثلا متضايقين منهم فعايزين ننهم في الشارع. لا 3 ام 4 بس، ما 1 2 3 4 ده الفاينل بقى اللي بعد 4 أسابيع من تاريخ ولا 5 أسابيع. خلاص انتقل الى الجزء الخاص بالpropositions. عايزين ناكد يوم مره ان الpropositions ليس لها معنى، بس هي تحديدا هنا preposition of place، فهو place هو اللي ادها المعنى. بمعنى انه لما اقول in ملهاش معنى، in front of ملهاش معنى، behind كل ده ملوش معنى، المعنى بس من البوزيشن location الفيو اللي انا ببص منها الاكثر الاقل. ولا حروف الجر ليس لها معنى على الاطلاق. طيب لكن من الصور واضح ان بالمنظر ده means inside in front of. لازم اخد بالي ان انا بتكلم عن ده in the back وده اللي هو in front of. طيب بالشكل ده behind العكس that's in the beginning وده in the back in the end of my view. On ahead not in not inside like above next to سواء من الاتجاه ده فهي next to، لو كانت حتى من الاتجاه الثاني موجود هنا المفاتيح تبقى اسمها next to. وطبعا under وكاننا بنرسمها كده عشان نبين الايه الاتجاهات. ولازم الطرف الثاني في التعريف يكون معرف، او في احد الطرفين او الطرف الاخر اللي هتكلم عنه يكون معرف، يعني لازم يكون موجود قبله ذا. فلما اقول مثلا في المثال the books are in the book bag، فانا عارف البوك باك مش اي بوك باك وخلاص كده موجود فيها الكتب. means in the book bag that you can see in the photo that you know. فلو اسالك مثلا where are my car keys تقول له on the desk، خلاص هو معروف فين الديسك اللي بيتحط عليه. لكن لو قلت له انا ديسك دور بقى على كل الديسكس الموجودة في البيت، ها البيت كله عليه انت ما فتوش بحاجة يعني. طيب وهكذا في الإجابات الباقية للجزء الخاص بـ exercise number 9. الإجابات دي موجودة على المجموعة، عايزين نتأكد تاني برضو يا حمد. خلاص أوكي. عمال أكد طول الفيديو عشان ما حدش يقول الإجابات فين، طب احنا مش عارفين ده. وهكذا وهكذا. خلاص تعتمد اكثر شيء على الفهم، يعني اشوف الاجابات انها مش بتكلم على كده، انا بتكلم على انه احنا الاجابات معمول لها سكرين شوت زي ما كنا بنعمل صح، محطوطه على المجموعه او من كتابك انت مصورها وحاططها على المجموعه عشان محدش يبقى ليه ان شاء الله. فهمتوا ازاي؟ ان شاء الله ما يجيش بقى حد من نوعيه وش نسوي ما ندري والله ما حضرت كان عندي ظروف، مرات خال عم جد ستة ابويا كانت بتحضر لها 4 أسابيع كنت بلقنها الشهاده الله يرحمها ست الطيبات فينها وتعالى عادي جدا، وتابع اليوتيوب وتابع الواتس. فلما يدخل على اليوتيوب ويلاقي الحلول موجوده والشروح موجوده، لما يدخل على الواتس ويلاقي كل حلول الكتابين موجودين، فمحدش يبقى عنده حجه يا حمد. فاهم قصدي كلامي؟ اي فاهم عليك، الله يعطيك العافيه. وياكم مشكور ما قصرت. وياكم حبيبي. تمام اذا التمرين ده تمام كده. في عنده اي استفسار فيه؟ سواء بسام سواء عمر سواء عمر، حد عنده اي استفسار في الجزء ده؟ طيب ممتاز. يعطيك العافية يا استاذ، الف شكر. وياك. وبكده يكون خلص الكتاب الستودنتس بوك. الورك بوك نفس الكلام، هقول سريعا كل ما تم حله في الكتابين هو المطلوب، كل ما هو ترك ولم يتم حله في الكتابين مش مطلوب. لذلك لما نعدي كده سريعا على الورك بوك
تاني هو عمال اكرر الكلام قدامكم، تأكد تماما ان الحلول موجودة على المجموعة يا سيد حمد. اوكي هذا الاختبار بيكون على الوحدة اي وحدة الثالثة والرابعة. الرابعة. طب ليه عملنا مراجعة دلوقتي على الاولى والثانية؟ عشان ما حدش ما ننساهاش، عشان مش هنتقابل معاها او عنها كاسئله غير بعد 5 اسابيع، فطبعا فتره طويله جدا. عشان ما ننساهاش عملنا عليهم مراجعه وتاكدنا انه الفيديو الخاص بيهم نزل، سواء الفيديو الاول او الثاني عن المجموعه، وان حلولهم متصوره من سكرين شوت او من كتابك الشخصي الجميل على المجموعه. يعني عايز الكلام ده يخلص لغايه النهارده بالليل قبل ما يجي بكره، يبقى الامور دي تمام. يونت 1 ويونت 2 حلولها على المجموعه من الكتابين، والروابط بتاعتها الاضافيه الاول والثاني نازلين على المجموعه، وكده تمام. اوكي. وطبعا يا حمد يا اخوه، حمد ما شاء الله عليه يعني لا يقصر ولا يألو جهدا في ان هو يساعدكم بكشف الطرق، فالناس يا ريت تساعده، ومحدش يستذكى عليه في الخاص ويسأله اسئله من نوعيه يعني ايه المطلوب، احنا مش فاهمين. هو مش ذنبه حاجه، الراجل هو عمل اللي عليه وبين ووضح، وانا كمان هنسق معاه مره اخرى في انه الاعداد اللي موجوده داخل المجموعه هي نفسها الاعداد الحقيقيه للناس المفروض يكونوا مقيدين رسميا داخل الربع حتى لا يكون فقد احد. واذا اكتشفنا انه في فقد احد، فيبقى ده هيبقى نتيجه تقصير هذا الاحد، ان هو ما دورش على نفسه، نام على نفسه الفتره دي. بس مع ذلك برضه هيبقى فيه كمان 4 اسابيع تاني من غيره هتقعدوا الفتره دي، هيبقى حابب ينزل لكم فيها الفيديوهات، وتبقى جاهز عندكم الفيديوهات بتاعتنا احنا، ثم حمد هينزل الفيديوهات الاضافيه زي ما انا قلت، ثم هو يكون منزل هو الاجابات كامله. فساعتها الشخص اللي هيتم اضافته هيبقى عنده كامل المنهج وكانه كان معانا من البدايه، سبب فيديوهاتنا دي او الفيديوهات الاضافيه او استاذ الله يعافيك. بالنسبه للروابط اللي قلتها اللي هي اللي من اليوتيوب صح؟ ايوه. اي اللي هي يوم الاثنين ويوم الثلاثاء من كل اسبوع، انزل الاثنين مقطع والثلاثاء مقطع. يفضل الاثنين والخميس. انت نزلت خلاص واحد اثنين خلاص. اي نزلت واحد. والله لضيق الوقت انا ما شفت الا المقطع لسن 1 ولا قدرت اكمله، لان عشان كده قلت نزله الاثنين والخميس. ايه. عشان يبقى في فرصه نفس. ايه. خلاص باذن الله. تمام. حد عنده اي استفسار يا شباب على الغرفه؟ عمر. طيب الانجليزي خلاص كده يا استاذ وقفنا؟ بالضبط. هيكون لقاء لينا يوم الخميس القادم على الاختبار رقم 3 4. بكره يبقى عندنا مراجعه على الوحده 3، ويوم الاربعاء الوحده رقم 4 ان شاء الله. تمام كده؟ طيب اوكي. شلون بكره مراجعه بعد مراجعه والخميس اختبار بعدها خلاص؟ الله يفتح عليك. بكره مراجعه على الوحده الثالثه، بعد مراجعه على الوحده الرابعه، ثم الخميس اختبار ان شاء الله على الوحده رقم 3 4، بعدين خلاص انتهى المنهج كاملا وانتهى لقائنا. هيكون كل اللي باقي الحلول اللي هينزلها عمر على المجموعه، الناس اللي هتنزلهم على المجموعه، عفوا حمد، والناس اللي هينزلهم حمد على المجموعه، او الفيديوهات الروابط الزياده اللي هتكون تفهمنا اكتر ان شاء الله من خلال المجموعه. حد عنده احنا اي اسبوع الحين الرابع؟ الرابع والاخير، باقي فيه 3 ايام، ثلاثاء الاربعاء الخميس بينتهي الكورس. حد عنده اي استفسار اخر؟ وايد جزاك خير. شكرا. أيك الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.